الموحات البحرية فيها أربع مناجم حديد. المناجم الأربعة دي من حيث القدم اللي هي مناجم غرابي وناصر، مناجم الحرة، المنجم الرابع والأحدث اكتشافاً، وعشان كده بيسموه منجم الجديدة، اللي هو منجم الجديدة اللي احنا فيه النهاردة. منجم الجديدة هو حالياً ده اللي بتعتمد عليه شركة الحديد والصلب في الإنتاج، يعتبر هو حالياً المورد الرئيسي والمصدر الرئيسي للخامات للمصانع. شركة من حوالي 10 سنين كانت في وضع كويس جداً اقتصادياً وإنتاجياً، وكان كل حاجة متوفرة، كان في قطع غيار، كان في وقود على الأقل سولر، كان في إنتاج كتير، والشركة كانت طبعاً شغالة وكانت بتنتج بناء على احنا خط الانتاج الاول بالنسبه لشركه حديد الصلب. احنا عندنا المعوقات، احنا بنحتاج ضخ استثمارات، عايزين نجدد المعدات بتاعتنا، عايزين نجدد الكركات اللي شغاله من الستينات، كركات كانت شغاله في السد العالي سابقا. الشركه كانت زي شاب واقف على رجله. مع الوقت ومع العوامل ومع الاحداث اللي حصلت، الشركه بدات في النزول، والقطاع عندنا بدأ برضو ينزل سنة بسنة. حاليا دلوقتي احنا بنعاني مثلا من أزمة سولر، بقالنا 25 سنة ما فيش تعيينات، فأصبح الجيل الحالي من القيادات بيفصله عن الجيل اللي ورا منه بحوالي 25 سنة. يعني مثلا أنا يبقى عندي 55 سنة واللي ورايا ما كملش 30. حاليا القانون اللي بعتوه دلوقتي بتاع خروج السادة المهندسين اللي هم قيادات المنجم على سن 55، وده هيأثر بالسلب جدا 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 على شركة، على قطاع مناجم الواحات بالأخص، وعلى شركة حديد الصلب في العموم. احنا اصلا بنتعامل من سنة 81، من 29/12/81 بنتعامل بمنشور 6/83 مطلعه وزير التأمينات، ان العامل الذي يبلغ 55 سنة ولا يعمل بأعمال صعبة ويعمل بعمل إدارية يكمل مدة خدمة 60 سنة، يكمل مدة خدمة 60 سنة. تفرق قطاعات المناجم والمحاجر دي في توقيت واحد ده خطأ فادح جدا، وخاصة إن ما عندناش تعاقب في الأجيال متقاربة. إحنا عندنا أعمار عدت 55 وأعمار حاجة 30، فما في فوارق كبير جدا، فوارق كبيرة جدا في النص. الفوارق دي ما فيش ناس في النص عندها نفس الخبرة والكفاءة بتاعت الناس اللي موجودة عشان تفرغ. وفي ملحوظة ان لما كان حصل معاش مبكر من كذا سنة الخبرات كلها اللي خرج، وده الدستور المصري في جميع مراحله، والقوانين المصرية لا تطبق بأثر رجعي في حالة الجنايات بس. يعني القانون المصري، الدستور المصري نفسه بيقول ان مفيش قانون يطبق بأثر رجعي الا في حالة الجنايات او بموافقة ثلاثية اعضاء مجلس الشعب. رد قانوني مفحم، لسه ما ردوش علينا حتى ان الكلام ده صح ولا مش صح، والكلام ده بعد 5/11.